قسم تعلم الموسيقى إدارة قاعدة الرقص كوروغرافي سجل التسجيل الموسيقي بالنسبة للمرافق الصحية بالنسبة للطبق الأول أنا كنت ندرس بالإضافة إلى قاعات متعددة في اختصاصات أخرى كيف مالي السيد العالم ديال هذا المشروع كيما هذا المليون دابا كنخدمو ديال التنشيط اللي ممكن لك. فالهدف هو نعمل سيدي داك العمل اللي كيدار ديال التمدرس هاد لا جينيراسيون ديال 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 المشاريع الهدف ديالها هو تعزيز داك الشارع. دونك هذا هو الاساس. دونك راه تيكون لو بورتور كي تسمى الا ما كان داك لو بورتور دو بروجي هو اللي تينجح شكون حنا غادي ننجحوا الاداره حنا غادي ننجحوا هادشي يمكن نقولوا اكيد ولكن شكون اللي غادي ينجح شكون اللي غادي يستقبل هاد الوليدات كاين اللي يديرهم ويأطرهم ويديروا ما كون هادو راه شحال عندك دوك هنا راه واحد 200 300 كانوا يمشيو راه كانوا لقاو بعدا فين راه كانوا بلوس وانا قلتها ليه السي وكيل قلت له ودي ما تبقاش يعني لا خص الواحد يكون واحد العدد لا لما لقيتيش واحد متحمس اللي غادي يقوم لك بواحد المهمه شكون اللي غادي يديرها الامكانيات بوحدها غادي نخليو هذا الشيء هنا زعما مناضي البيلوت ولكن خصني كيف دونك بالنسبه ليكيب ديال القضاء هي اول حاجه منذ هاد السنين 2004 حنا تنهضرو في هذا الدومين هذا تمكنا نكونوا بزاف ديال الشباب كل واحد في لا سبيسياليتي ديالو بيان سور كنهضر مع السي عمال قبيله وبيان سور غنديرو شراكات مع الوزاره الخاصه وزاره التعليم وزاره ديال الثقافه باش يكون واحد المجهود مشترك والتاطير مشترك ونقدروا نوصلوا زي ريزولتا حيت هذا المركز هذا خصو يخرج لنا ابطال يخرج لنا فنانين نعطيكم شوفوا لي الا درت واحد عرفتي عندنا من الجمعيه خرجنا ابطال ابطال عندنا تما كنت في البرج لعبة كاتريام شامبيون دافريك في البريك دانس هذا اللي كانوا شحال تيقولوا ليه الرقص ديال الشماكريه دونك عندنا ممثله في سلمى عاصمي بطلة المغرب في البريك دانس مدة سنة أهلا وقل للملوك فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون صدق الله العظيم. في غمرة احتفالات الشعب المغربي بالذكرى 68 لعيد الاستقلال المجيد وتجسيدا للعناية المولوية السامية التي نافت أيديها عاهلنا المفتى نصره الله وأيده لفئة الشباب من رعاياه الأوفياء من أجل تعزيز دورها في المجتمع وفق الرؤية المتبصرة لجلالته حفظه الله التي يرعى بها مراكز تكوين وتأهيل وإدماج الشباب من أجل تنمية بشرية شاملة ومستدامة. أشرف السيد عبد الغني الصبار عامل صاحب الجلالة على عمالة مكناس والوفد المرافق له على بركة من الله وتوفيقه يومه السبت الرابع من جمادى الأولى 1445 هجرية بموافق 18 نوفمبر سنة 2023 ميلادية على وضع الحجر الأساس لبناء مركز تنمية وتأهيل الشباب ببافو عمير بتمويل من عمالة مكناس المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وذلك بغلاف المال قدره 3 مليون درهم و986 ألف و974.80 حفظ الله مولانا الهمام وأبقاه ذخرا وملاذا لشعبه الوفي وحقق على يديه الكلمتين ما يتوخاه لرعاياه الأوفياء من تقدم ورقي ورخاء وعز وكرامة وأقر عينه بولي عهده السعيد صاحب السمو الملكي الأمير جليل مولاي الحسن وشد أزره بسموه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وباقي أسرته الملكية الشريفة إنه سميع مجيب وحرر بمكناس يوم السبت الرابع من جمادى الأولى 1445 هجرية الموافق 18 من نوفمبر 2023 ميلادية.
وهذا حصان شاب خلاص حزن ديالنا شويه كلها في هذه الساعة المباركة ولعلها ساعة إجابة. اللهم انصر أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا عزيزا تعلو به راية الإسلام والمسلمين، اللهم اجعله لآلائك من الذاكرين ولأنعمك من الشاكرين، كفى بك وليا وكفى بك نصيرا يا خير الناصرين. اللهم أقر عينيه بسمو الأمير مولاي الحسن وشد أزره بسنوه المولى الرشيد وكافة الأسرة الملكية الشريفة، إنك سميع مجيب. اللهم تغمد برحمتك الواسعة فقيد العروبة والإسلام جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني، اللهم طيب ثراهما وأكرم نزلهما واجعلهما يا ربي عندك في مقعد صدق عند مليك المقتدر. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملائكة على إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.